يا ابني انت، هو انا مليونير؟ ده انا ما معيش 2 جنيه في جيبي، وعايز اغير التليفون اللي معايا ده عشان جاب اخر خلاص ومش عارف اغيره. يعني ايه يعني الكلام اللي بتقوله ده ابو الصحاب؟ يعني انا ما معيش فلوس دلوقتي، ويلا حل بقى عن دماغي. ماشي يا ابو الصحاب، ماشي متشكرين. ما يلا بقى بلاش الافوره بتاعتك دي. انا اوفر يا ابو الصحاب؟ انا اوفر؟ يا عم ماشي متشكرين لتاني مره، متشكرين. يلا سلام يلا. ده ايه القرف ده؟ يعني مش ناقصايا كمان دلوقتي، الواحد اصلا مخنوق وجايب اخره. ايه ده؟ هو قفل في وشي ولا رصيد خالص؟ لا اكيد طبعا رصيد خالص، مستحيل يقفل في وشي يعني خالص. ادي 1 2 3 4. طب هما دول كده هيجيبوا التليفون ده يعني ولا مش هيجيبوا؟ انا دلوقتي مش عارف دول هيجيبوا التليفون ولا مش هيجيبوا، عشان انا زهقت من كود العدد. بص انا رايح اشوف بابا واشوف هو يعمل معايا ايه، هو بابا عارف كل حاجه. يا بابا يا بابا. يا نعم. انت عارف ان انا عايز تليفون صح؟ صح. طب انا جمعت الفلوس دي كلها على سنة اجيبها لك عشان تجيب لي تليفون تاتش. تاتش ايه يا حبيبي اللي انا هجيبه لك ده؟ هم دول اصلا كام؟ دول يا بابا ادي 1 2 3. خد انت بابا عدهم، على سنة من كترهم مش عارف عدهم خالص، خد انت عدهم. 20 30 35 36. دول 36 جنيه لوقا، وكمان الجنيه دي مش هيروح، يبقى 35. طب خلاص يا بابا حلو قوي، انت بقى روح هات التليفون والفلوس اللي تفيد منك خليها معاك، انا مش عايزها، انا مسامحك منها. مسامح من ايه يا حبيبي؟ دول 35 جنيه ده يا دوبك اركب بيهم المواصلات. ايه ده؟ يعني ايه؟ يعني دول كده مش هيجيبوا لي تليفون؟ لا طبعا ما يجيبولكش تليفونات. طب انا ماليش دعوه بقى، انا عايز تليفون دلوقتي، ماليش دعوه. طب بس اهدى اهدى، ما تزعلش نفسك في ايه؟ انا بكره ان شاء الله جاي لي مكافاه من الشغل، لو المكافاه دي جت كبيره هجيب لك التليفون من على حسابي. بجد يا بابا؟ هو انا عمري كدبت عليك في حاجه قبل كده؟ لا. بس خلاص ادعي لي بقى لو ربنا يكرم كده ويجي مكافاه كبيره عشان اجيب لك التليفون. والله انت حبيبي يا بابا، يا رب يا رب المكافاه تيجي كبيره يا رب يا رب. طب انا عندي حل، انا جرب المره دي اروح اقول لبابا يمكن يوافق. يوافق ايه؟ ده عمره ما وافق لي اعتراض اصلا، هيجي على ده هيوافق؟ بص انا هجرب وامر لله يمكن يوافق. ايه ده؟ هي نزلت النهارده؟ والله انت راجل وش السعد وليك عندي الحلاوه. لا والله انت بتتكلم في ايه؟ والله ان شاء الله لاجيلك. خلاص ماشي ماشي، يلا سلام سلام. ده شكل الواد اللي هو ده وشه حلو ولا ايه؟ مالك يا بابا كده شايفك مبسوط؟ هو في حاجه ولا ايه؟ كان المفروض ينزل لي مكافاه بكره، بس الحمد لله ربنا كرم ونزلت النهارده ونزل مبلغ كبير قوي الحمد لله، يعني الحمد لله. دي فرصتي. طب يا بابا انا عايز اطلب منك طلب صغير، وحياه النبي بقى وحياه المكافاه الحلوه اللي جايلك دي ومفرحاك كده ما تزعلنيش وما ترفضهاش. بص انت تطلب وتمنى ولا يهمك، قول اللي انت عايزه. عايز ايه؟ انا كنت عايز تليفون يا بابا بس كده، مش عايز اي حاجه تاني. ايه ده؟ هو عاد اطلب حاجه تاني؟ لا طبعا، هي شركه ولا ايه؟ هو طلب واحد بس. ما انا بقول كده برضو مستحيل يعني. طب يا بابا قبل ما تظبط دنيتك كده وتظبط الدنيا، انا هخش اقعد انا استناك في اوضتي لما تجيب لي تليفون وتبقى تنده لي ماشي؟ ما خلاص يلا بقى. في ايه؟ ما كانش حتى تليفون، صدعتني. ولا في اي حاجه خالص يا بابا، ما تعصبش نفسك وايه ده كده، انا خلاص مش انا ماشي. اخيرا اخيرا بابا هيجيب لي تليفون، انا والله ما مصدق من كتر الفرحه، والله ما مصدق. طب وعلى كده هيجيب لي تليفون ايه؟ انا بقول هيجيب تليفون اوبو. لا انا بقول سامسونج. طب ما هو ممكن يعمل مفاجأة ويجيب تليفون ايفون. لا 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 ده مستحيل مستحيل طبعا، مستحيل يجيب ايفون. ايفون اللي هيجيبه؟ انا متهيألي كده ممكن يجيب تليفون ريدمي. ريدمي حلو. انا بقول نستنى لما يجيب التليفون ويبقى نشوف بقى ساعتها هيجيب نوعية ايه. يا لوقا يا علاء، ياد يا لوقا ياد يا لوقا. انت بابا جه؟ انت يا زفت يا علاء. بابا جه؟ ايه يا بابا انت جبت التليفون؟ جبت لك التليفون اللي انت عايز يا لوقا. والله طب ما اتفرجنا كده عليها بابا. لا طبعا يا لوقا مش هينفع اوريك حاجه غير لما تبقى في اخوك يجي. ايه يا بابا في ايه؟ ايه ده؟
هو هيكون اللي في بالي. ايوه هو. طب هات يا بابا هات. هات ايه يا حبيبي؟ التليفون ده جاي لي انا. انت اتجننت يالا؟ التليفون ده جاي لي انا. لا والله التليفون ده جاي لي انا. ولا ما تخليش اتعصب عليك، انا مجنون يعني ممكن اجي اضربك دلوقتي. ما خلاص يالا تهوى في ايه؟ انت بتتخانق قدامي ولا ما فيش احترام خالص؟ ايه ده كده في ايه؟ انا جبت لكم كاس التليفونات لكم انتوا الاثنين. والله يا بابا انت بتستمتع بقى يا بابا، انت احسن اب في الدنيا دي كلها. بس في مشكله بس صغيره قد كده. مشكلتي يا بابا انا دلوقتي جايب جهاز تليفونات، والجهاز التليفونات دول اهم مختلفين عن بعضهم، فمش عارف بقى مين فيكم هياخد ده ومين فيكم هياخد ده. انا اللي هاخد دي من بومس. يعني انت عايز تاخد التليفون ده وانت برضه عايز تاخد التليفون ده، صلاة النبي احسن. وده ودي بقى فا ان شاء الله، اتفقوا مع بعض كده وشوفوا مين فيكم هياخد ده ومين فيكم هياخد ده. بس المفروض يا بابا اللي انا اعرفه يعني ان الكبير ليه احترامه والصغير برضو ليه مقامه. بس خلاص بس مش عايز هري كتير، انا ليك حل للموضوع ده. ايه هو يا بابا؟ اسالكم اربع اسئله وكل واحد فيكم ليه سؤالين، اللي هيجاوب على السؤالين صح هياخد التليفون ده، واللي هيجاوب على السؤالين غلط او هسال واحد بس غلط هياخد التليفون ده. موافقين ولا مش موافقين؟ وانا موافق يا بابا. وانا برضو موافق يا بابا. طب على خيرة الله هنبدا بقى الاسئله دلوقتي، كل واحد فيكم يجهز نفسه، واول واحد هنبدا بيه هيبقى انت يا علاء. هسالك سؤال سهل جدا جدا جدا. بص السؤال بيقول 18 في 20 جذر 19 في 15 جذر 33 على 18 في 35 على 19 جذر 16 في 2 بيساوي كام؟ نعم هو ايه اللي نعم؟ عارف ولا مش عارف؟ لا مش عارف طبعا يا بابا، هو ده سؤال حد يسأله. خلاص خش على السؤال التاني، السؤال بتاعك انت يا لوقا. هسألك سؤال بص هو هيبقى صعب شوية بس انت قده. سؤال بيقول 2 في 1 بكام؟ ايه؟ 2 في 1 2 في 1 2 في 1 باتنين باتنين. ايوه 2 في 1 باتنين صح؟ صح شاطر يا لوقا شاطر. نخش بقى على السؤال التاني، ودي اخر سؤال ليك انت يا علاء. ماشي بس يا ريت بقى بابا تسالني سؤال سهل ما يكونش زي السؤال اللي فات. لا لا ما تخافش وما تقلقش خالص، ده اسهل من السؤال ده ما هتلاقيش. السؤال بيقول في فرح انا امك كم واحد من المعازيم طلع اتصور معانا؟ ايه ده؟ ايه الاسئله دي يا بابا؟ هو في حد يسال السؤال ده برضو؟ يعني انا هعرف ازاي كده مثلا؟ هعرف ازاي ده انت ذات نفسك ما تعرفش كم واحد طلع اتصور معاك، وانا ذات نفسي ما كنتش لسه جيت علشان اعرف كم واحد اتصور معاك او ايه اللي حصل ساعتها. انا بسالك دلوقتي انت تعرف ولا ما تعرفش؟ اعرف ازاي بس يا بابا؟ اعرف ازاي؟ اما انا ذات نفسي ما كنتش لسه اتولدت اصلا ولا جيت الدنيا دي، اعرف ازاي بقى كم واحد طلع اتصور معاك؟ يا بابا اسال اسئله سهله شويه، بلاش الكلام ده. يعني ما تعرفش؟ طب ما تقول كده من بدري، انت عيل بارد. السؤال الثاني، السؤال الثاني يا لوقا لو جاوبت صح هتكسب التليفون ده. السؤال بيقول ركز ركز، ايه نوع التليفون ده يا لوقا؟ نوع التليفون ده 11 برو ماكس. صح، مبروك عليك التليفون يا لوقا، مبروك خد. وانت علاء خد تليفونك اهو، حظك بقى ونصيبك، هنعمل ايه؟ خد. والله العظيم ده ظلم. ايه اللي انت جايبه ده يا بابا؟ ايه مش عاجبك ولا ايه؟ لا طبعا مش عاجبني. وها والله ما اقصد يا ابن الكلب يا واطي، ده انت يا ابو كسبه النهارده، كانش قصدي والله.